نتابع الآن حديث يمكن شوية بعيد عن كرة القدم، ولكن حديث ممتع دائما إذا ما تحدث هذا اللاعب فإنه يكون ممتعا. الكابتن وليد عبد الله حارس الشباب خفيف الدم وظل مع عبد الرحمن الدحين. يعني كل مباراة لها ظروفها، يمكن مباراة قادسية كان قلت لك بداية المباراة كان يعني ما خشينا ضد الهلال، ما في شيء تغير، بالعكس يعني يمكن لما تكلمت ارهاق ما ارهاق اكيد طبيعي انك انت جاي مباراة قوية يعني زي مباراة الهلال، يعني اكيد انك تستنقف اكثر طاقة، مو تقليلا في القادسية لا بالعكس، القادسية كان خاش مباراة، كان بداية المباراة جاتهم فرص ما استغلوها، زي ما قلت لك ان حاولنا ان نسمع كلام مدرب بين الشوطين، يعني اخذنا كلام مدرب الحمد لله، اهم شيء 3 نقاط، يعني العام لعبنا مستويات بس ما اخذنا نتيجة، هذا اللي ذا بس هذا اللي يفرق السنه هذه. ايش فيها الطاقه وش سويتوا فيها؟ طاقتنا كلها راحت في مباراه الهلال. المصطلح تكفى اللي قلته. لا راح يجي مره واحده. استنفدتها ها؟ ايه. طيب وليد اسالك على المستوى الشخصي، الحارس كم يحتاج من وقت في الدوري حتى يثبت نفسه؟ هل ممكن ان يكون في اول مباراه من ثاني مباراه؟ هل يحتاج الى وقت؟ لا شوف هو يعني على حسب خيان اللعيبه اللي معاه، على حسب الجروب، على حسب انسجام اللعيبه، لكن الحمد لله شوف يمكن هذه بدايه تبشر بخير ان شاء الله، يعني نادي الشباب بدا بدايه حلوه وان شاء الله باذن الله راح نكملها لنهايه الموسم. الرائد فريق يشاكس الشباب دائما لكنه لم يبدا كما بدا في المواسم الماضيه، تخشون انه ان تكون اليقظه امامكم خاصه ان الفريق يعني تعثر اكثر من مره؟ والله شوف الرائد دائما الكل يعرف ان الرائد دائما يكون ند قوي للشباب، طلعنا كاس ولي العهد العام بدايه الموسم فاز علينا على ارضنا، يعني كان في مباريات يعني قويه اخذها منا الرايد، لكن ان شاء الله باذن الله ان راح نستعدين مباراه الرايد، اي مباراه قلت لك انا اخوي عبد الرحمن اي مباراه راح نخشها راح نعطيها اهميه، راح نلعب مباراه الرايد كنا مباراه نهائيه ان شاء الله. احسن فريق في الدوري الحين وليد؟ والله للحين ما بين احد يعني على الاقل مبدئيا يعني شايف الشباب دبلوماسية هذه عشان يعني لا مو عن دبلوماسية بس فريقي لازم اقول لك الشباب الاهلي والله شوف انا اقول لك عندك الاهلي عندك الاتفاق يعني في فرق قاعد تبين الحين بس انا قلت لك اخوي عبد الرحمن ما اقدر تحكم على الفرق الحين لان الحين يعني محترفين هم بانوا يمكن في ظروف ما تقدر تحكم على ذا بس يمكن تحكم لين نهايه يعني نهايه الدور الاول تقدر تحكم انت ايش رايك في الفرق؟ انا الى الان اشوف الاهلي والشباب والاتفاق بصراحه اكون معك صريح انا قلت اللحظه يعني. اي انا ايش قلت لك؟ اي انا ايش قلت لك؟ يعني في فرق للحين بينت، في فرق للحين ما بينت، في فرق يمكن في عندها اصابات، يعني ما تدري وش الظروف في البيوت الثانيه، لكن ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله نتمنى للشباب التوفيق اكثر ان شاء الله. بسالك يخصكم كلاعبين فرض ما يسمى بالغرامات فيما يخص اللقاءات التلفزيونيه اللي تعقب هذه المباريات امر مفيد انه اللاعب يتواصل مع الاعلام جبرا حتى ولو كان خاسرا حتى لا يهرب من اعين الاعلاميين؟ والله بالعكس يعني يمكن الاعلاميين بالعكس انا راح هذا الشيء هذا اقدر الشيء هذا يعني كنت فائز ولا مهزوم ولا متعادل يعني انت لازم تكون عندك روح رياضيه عادي تطلع وتتقدا حتى لو انت خسران تطلع تتكلم تقول وجهه نظرك لا لكن انا بالعكس انه غرامه وما غرامه هذا اخر شيء افكر فيه حتى لو جات غرامه وما غرامه خليك تدفع عني. يعني انت تقصد انه لو خسر الشباب في مباراه جايه وانت ما تبغى تطلع اعلاميا راح تطلع عشان الغرامه؟ لا ولا عشان الشجاعه؟ شوف شجاعه والغرامه ونفس الوقت لو عندي خوي زيك ما عندي مشكله. شكرا للاعب الحبوب بالعاميه وليد عبد الله.